هلا لو جينا الان على هذا، هذا ما قديش سرعته بهذاك الاتجاه؟ 114 متر بير سكند. ايش الـ ايش الشيء اللي بقاوم حركته بس؟ الفريكشن 20 نيوتن. هلا جيت ربطت وهو ماشي كان مربوط، جيت حطيت وزن هون. الوزن اللي هون ايش راح يعمل؟ راح يحط فورس هون، مش هيك؟ الفورس راح تنتقل هون. الفورس شو عمالها بتحاول تعمل؟ تبطئ، اذا بتحاول تبطئ سرعته. ايش راح يصير في سرعته هلا من 114؟ راح تبدا تنزل، طبعا اكيد راح تبدا تنزل، بس لما تبدا تنزل سرعته ايش راح يصير بالانديوست فولتج بين هون وهون؟ بي كونستنت وال كونستنت، شو اللي نزل؟ لما نزلت سرعته ايش راح يصير بالاي انديوست؟ اذا الباك اي ام اف شو راح يصير فيه؟ راح يقل الباك اي ام اف بين هون وهون، اذا الباك اي ام اف قل 120 كونستنت ما تتغير 120. إذا قل الباك إم إف من هون إيش بصير؟ الكرنت بزيد. لما الكرنت يزيد شو بعطيني بزيد؟ بعطي فورس. الفورس هاي كافية عشان تتغلب على مين؟ الماس. تتغلب على الماس أو الوزن تبع الماس اللي موجود هون. ماشي واضحة؟ بيحمل وزن أكثر. بصير يقدر يسحب وزن أكثر، ماشي واضح؟ يعني لما حطيت عليه وزن إضافي صار في عندي فورس إضافية، الفورس الإضافية هاي راح تبطئ. لما بطاطه الفورس الاضافيه الانديوست فولتج الباك اي ام اف المتكون هون قل، لما قل الفولتج هون لاحظوا هاي الفولتج، هاي تو فولتجز، لما هذا الفولتج يقل وهذا الفولتج كونستنت ايش راح يصير الفرق بينهم؟ كبير. اذا ايش راح يزيد؟ لما يزيد الكرنت ايش راح يصير بالفورس اللي بتزيد؟ بصير تستطيع الفورس بيستقر عند سرعه، تستطيع الفورس فيها انها تسحب الماس هاي على السرعه الجديده. ايش راح تزيد الكونفليكشن؟ ايش راح يزيد عفوا؟ لا لا الفريكشن انا قلت لك اندبندنت اوف سبيد، انا ثبتها اندبندنت اوف سبيد. دكتور انا بالنهايه الموتور يعني واضح نعم حدد القوه تبع الموتور هو الفريكشن بس في الحاله الاولى، يعني انت عارف زي ايش هذا، لو انت جبت محرك وانت مش شابك عليه اي لود وحطيت عليه كهرباء وشغلته مش راح يلف؟ مش هو في داخله الا في فريكشن؟ اذا ما راح يمشي على السرعه بالضبط الماكسيم، راح يصير اقل شوي عشان يقدر يعطيني هاي الفريكشن الكونديشن لوسز. الاسانسير زي هيك في تشابه في اختلاف، في تشابه في اختلاف، الليفت المصعد في هذا بس الفوق في فريكشن، طبعا في فريكشن نفس هيك بس المحرك راح يكون دوراني مش خطي، مش خطي ايوه. لو زادت الفورس على ايش زادت؟ الفورس ناتج عن الماس وزادت عن الرامين. هلا رح يوصل مرحلة معينة مش رح يقدر، انه ما رح يكون في سرعة كافية انه يقدر يتغلب على الـ، رح يوقف المحرك، رح يوصل الماكسيمم تورك اللي بقدر يعطيني اياه. مش رح يتغلب بالعكس. طبعا هو شوف شو رح يصير، كويس سؤالي كويس، لو انا ضليت ازيد هذه الفورس هون باستمرار، ازيدها باستمرار رح يوصل عند مرحلة معينة ما رح يقدر يتغلب على هذا التورك، إذا زدتها بعدين أكثر شو رح يصير؟ يصير يسحبه بالعكس. واضح بهاي؟ رح يصير هو يسحبه بالعكس. زي محرك، انت محرك مثلا ماكسيمم تورك اللي بقدر يعطيني اياه شيء معين، حطيت انت تورك اعلى من اللي هو بقدر يعطيني اياه، رح التورك الخارجي اللي انا حطيته يتغلب عليه ويمشي بعكس الاتجاه، وهذا رح يصير هون التيار رح ينعكس. هلا رح ينعكس اتجاه التيار، مش هيك؟ رح ينعكس مع اتجاه التيار. هلا هو اصلا اللي بصير اذا هاي صارت هاي رح يتحول لجنريتر، رح يمشي بعكس الاتجاه رح يتحول لجنريتر، وتصير الماس الانرجي اللي عمالي مش هون بصير عندي بوتنشال انرجي عم بخسر، رح تتحول ل الكتريكال انرجي، بس انعكس الاتجاه تماما.